هقولها مرة تانية عشان تفكروا فيها. من قال إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. ولما يقول أخاه يقصد أخاه في الإنسانية مش أخوه الشقيق، أي إنسان. ودايما أقول اللي يحب الله يحب كل الناس، اللي يحب ربنا يخدم كل الناس، لا يميز بين إنسان وإنسان، ولا بين جنس وجنس، ولا بين طائفة وطائفة. أنا بقول دايما كده، فمش عايز أطول وأتكلم كتير. أنا حبيت بس في البداية أقول للجميع أهلا وسهلا بيكم، عشان هنعمل ترحيب بعد كده بصورة كبيرة وهنسمع كلمات كتير. لكن أنا حبيت إن احنا نبدأ دلوقتي ونسمع النشيد الوطني من مطربة الأوبرا الجميلة الرائعة زينب بركات. زينب بركات جاية ومجهزة لينا النشيد الوطني. هل ممكن أستأذنكم نقف تحية لبلدنا؟ الفطار باسم الحب، واحنا بنحب مصر، بنحب مصر، بنحب بلدنا، بنحب بعض، وبالحب اجتمعنا. طبعا سعيدة جدا جدا بوجودي معاكم النهاردة وأقدم لكم السلام الوطني بلغتنا المصرية، وهرجع بيكم 7000 سنة بلغتنا المصرية ومصر الحضارة. بلادي 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 لك يا حب. لسه الأذان ما خلص؟ معلش الأستاذة بتقول لسه الأذان بس ما خلص. خلص الأذان معلش مستمعينا. بلادي 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 لك حبي وفؤادي طغاكي 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 يا أم البلاد أنت غايتي والمراد وعلى كل العباد كم نيلي من آياتي كم إنسو مرة تانية. كل سنة وحضراتكم بكل خير وبكل سلام. بنرحب بالجميع، وبعد لحظات هيبقى في ترتيب باسماء. اتمنى اقرب من كل واحد وارحب بيه على حاجة. صدقوني باسم الحب بقول تاني اجتمعنا، وقد ايه المكان بيشاع حب من حضراتكم كلكم احبة. انا هبدأ بس مع الفاضل الحبيب الغالي الدكتور القسيس أندريا زكي رئيس ضيفتنا الغالي، علشان يبدأ هو بالكلمة. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. معالي الوزير أستاذ كرم جب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ أكرم القصاص، سيادة اللواء أحمد جودة رئيس الحي، معالي الوزير حلم النمنم، فضيلة الشيخ علاء أبو العزايم، السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، السادة التنفيذيين، الحضور. أنا لو قلت كل الأسماء هضيع الأمسية كلها. سادة المستشار، الجميع أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا عايز أقول الصيام شيء جميل. أهنئ إخواتنا المسلمين بالشهر الكريم، وإخواتنا الأخباط الأرثوذكس بالصوم الكبير. والصيام امتناع، والامتناع فيه امتناع سلبي وامتناع ايجابي. وانا قدام الدكتور سعد الدين هلالي فمش هخوض كتير في الصيام، يعني هكون حريص في الكلام.
ولكن هذا الامتناع الإيجابي أو السلبي ضرورة، لأنه بيفكرنا بالامتناع عن الطعام، بيفكرنا بكل الذين هم يعانون من كل الظروف الصعبة. لكن هذا الشهر الكريم يأتي وبه تفاؤل كبير لبلادنا. نحن إن شاء الله بنتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة، وكلنا ثقة في حكومتنا وفي رئيسنا، وكلنا تفاؤل. يمكن لو كنا من شهرين ما كناش نقدر نقول الكلام ده، لكن دلوقتي بنقوله بيقين أن مصر ستعبر، وستعبر إلى أرض غنية جدا، هي أرض مصر الغنية. فأنا متفائل بشكل كبير جدا. الأمر الثالث، من هنا من مدينة نصر وفي هذا الحضور الكريم، نصر صرخة استغاثة من أجل غزة وفلسطين، ونتوحد مع أخواتنا وشعبنا في غزة، ونصلي من أجلهم، ونصلي أن يأتي السلام إلى هذه المنطقة. هذا اللقاء يعبر عن اللحمة الوطنية المصرية، مصر سبيكة عصية على الكسب. شكرا جميعا لحضراتكم، شكرا أسيس عزت على هذه الإضافة. شكرا ليك ولحضورك وتشريفك لحفلنا، وأقول الصدق أن أتمنى أقرب من كل واحد، وأشكره شكر شخصي على حضوره، لأن كلكم شموع لحضورك المعارف. لكن أنا عاوز أبدأ كلمة من سيادة اللواء أحمد جودة. كان سيادة اللواء أحمد جودة هو رئيس حالينا، وكل الحفل قام على شبه تحت رعايته. وأنا أقول وأشهد أن هذا الرجل كله محبة وكله اتضاع، ما في مرة يكلمه يطلب أي طلب إلا وينفذ فورا. وسهل يعني طبعا مجرد رسالة يقول لي تمام يا فندم، يقول لي تاني تمام يا فندم، رجل كله محبة وإتضاع. تحب تقول إيه لكل الجامعة اللي حاضرة؟ كل سنة وإحنا كلنا طيبين. أيام مباركة علينا، رمضان كريم، والإخوة الأقباط بيصوموا زينا، هي دي الوحدة الوطنية. أنا والله حاسس أنا في بيتي. أنا مش عايز أقول لحضراتكم من 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 الفطار اللي فات، وأنا مرة السنة اللي فاتت، وأنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء بالكوكبة اللي معانا، ومتشكر جدا لدعوتي، وأنا في خدام حضرتكم. حضرتكم أي حد يحتاج أي حاجة أنا هعملها، وأنا بقى مبسوط وهدي تمام برضه. ربنا يخليك لينا سيادة اللواء أحمد جودة، إحنا بنعتز بيك وبنفتخر بيك صدقني. معالي الوزير كرم جبر، احنا بنرحب بيه ترحيب خاص جدا، ولازم نسمعك، وبنفخر بيك وسعداء بوجودك وسطينا. كل سنه وحضراتكم طيبين ومناسبه طيبه. انا بشكر الكنيسه على هذه الدعوه الكريمه. من بلد في الصعيد هي اسمها القوسيه، وفيها الدير المحرق. الدير المحرق اللي نزلت رسالة السماء يوسف النجار، أم وحوز الصبي وأمه وزعت وقلب مصر. قلب مصر هو الدير المحرق، أسرة العائلة المقدسة وجدت الأمن والأمان والمؤمنة، ودي درس الرسالة التي يجب أن نحافظ عليها، لأن المولى سبحانه وتعالى سيحفظ مصر إلى يوم القيامة طالما ظل الروابط قوية ومتينة، مش بين عنصري الأمة ولكن بين الإخوة والأشقاء اللي في وطن واحد. أذكركم في مرينا بفتن بمحن كثيرة، ولكن في المحنة الكبرى اللي كانت في السنوات الأخيرة التحم المسلمين والأحباط. الدماء كان الأحباط يتبرعوا للجرحى المسلمين بدمائهم، وكان المسلمين يحموا الكنائس. وأذكر مقولة البابا الرائع اللي لا يمكن أن أنساها: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. إن شاء الله. وبرضو الشيخ طنطاوي الشيخ الأزهر عبارة شهيرة، كنائسه مثل مساجدنا،
ان شاء الله ربنا يحفظ مساجد الواحد المسلمين وتظل هذه الرابطه القويه المتينه بيننا الى ان يرث الله الارض ومن عليها كل سنه وانتم طيبين. شكرا معالي الوزير. معانا معالي الوزير حلم النمنم، ومن ساعه ما اتعرفت بيه قال لي على فكره انا من سكان مدينه نصر، فقلت له يبقى اذا انت من رعاياي وانا المسؤول عنك. سعداء وجودك جدا. بشكرك على الدعوه الكريمه، وبشكر الكنيسه، بشكر الهيئه الانجيليه والدكتور اندريا، وهذا اللقاء بيؤكد مجددا انه مصر بابنائها وبشعبها وبمواطنيها وبمصريتها. كل سنه واحنا طيبين جميعا. اشكرك معالي الوزير، ربنا يخليك لينا. حبيبنا وصديقنا الغالي الدكتور الشيخ سعد الدين الهلالي، اللي دايما بقول الدكتور سعد الدين الهلالي بينشر الاستناره. ما في مره اسمعه الا واقول شيء عظيم عظيم. دكتور سعد احنا بنحبك قوي قوي قوي، وتحب تقول ايه للجامعة ده؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صوما مقبولا وصياما هنيا، وشكرا للكنيسة الانجيلية اللي اعتادت انها تقدم جديد من السنن اللي انا ممتن ليها، سنة الفطار الوطني او فطار المحبة على ارض مصر الكنانة، في جزء من اجزاء مصر في مدينة نصر، الكنيسة الانجيلية وسائر الكنائس الوطنية العظيمة المؤمنة بان الدين لله وان الوطن للجميع، قدمت تلك السنة، سنة الفطار الوطني، سنة فطار المحبة، كواحدة من مواجهة تحديات الجبهة الداخلية. وأعتقد أن كلنا مؤمنين بصدق سيادة الرئيس عندما قال اضمنوا لي الجبهة الداخلية، اضمنوا لي أنفسكم، أضمنوا لكم التحديات الخارجية. شكرا لهذا الشعب العظيم ولكنائس مصر بهذه الروح التي تبث المحبة، وشكرا لمساجد مصر المؤمنة بأن حرمة الكنائس من حرمة المساجد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وشكرا لشعب مصر العظيم، قيادات تنفيذية، سيادة القس الكبير الأستاذ الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، روحك وحكمتك وفلسفتك، قيادات مصر التنفيذية، كذلك قيادات مصر الشعبية في مجلس النواب ومجلس الشورى، وكل المحبين لمصر، قيادات فكرية، قيادات سياسية، قيادات فنية، قيادات صحفية، كل التحية لأبناء مصر العظماء والعظيمات اللي لبوا دعوة فطار المحبة، لأن هم مؤمنين بأن الإنسان قبل الدين. وفي عندنا قاعدة فقهية، صحة الأبدان تقدم على صحة الأديان. كذلك مؤمنون بأن تقديم الوطن على بناء الوطن على بناء المساجد والكنائس، لأن المساجد والكنائس بدون وطن فلا شيء، البيت هو الأول. كذلك هم مؤمنون بأن الإيمان يقوم على درجتين من درجات القبول، الذي يريد أن يعرف قبول إيمانه وعدم قبول إيمانه يرجع إلى أمرين، الأمر الأول طمأنينة النفس واستراحة القلب، لما سيدنا إبراهيم بيقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي الأمارة الأولى، إن قلبك يكون سليم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الأمارة الثانية السلام مع الكل، المحبة مع الكل.
طالما انك صاحب دين ومتعلق بالله يبقى لازم تحب الكل، لازم تبقى سلام مع كل خلق الله، لازم تبقى حنون مع الجميع بلا استثناء الا من اعتدى عليك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الاصل المحبه والاصل السلام مع جميع خلق الله. واعتقد اننا نؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه مسلم عن ابي هريره والذي نفس محمد بيده: لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم؟ افشوا السلام بينكم. وفي الحديث الصحيح الذي اخرجه احمد: لا يؤمن احدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. سيادتك بتحب لنفسك، احترم عقلك، ادي لغيرك كمان يحترم عقلك. سيادتك بتحب لنفسك انك تعيش، ادي لغيرك حق انه يعيش. سيادتك بتحب لنفسك ان يكون عرضك وسمعتك مصانع، غيرك كمان بيحب ان عرضه وسمعته تبقى مصانع. سيادتك بتحب ان مالك يبقى له حرمه ما حدش يمسه، غيرك كمان بيحب ان ماله يكون مصان وله حرمه. هكذا لا يؤمن احدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. اجدد بشكري وامتناني للكنيسه الانجيليه وشكري وامتناني لجميع الحاضرين والحاضرات، وسنة دايما متابعة حتى نكون يدا واحدة، والأمل قادم والخير قادم. لولا هذه المحبة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، وغدا لناظره قريب وستقولون: لقد تحملت تلك الأجيال من أجل مستقبل زاهر، أنتم يا شعب مصر أصحاب الفضل فيه. شكرا. شرفتنا وأسعدتنا دكتور سعد الدين.